شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كناها تحسب لهذا النهر وتحتري من شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كناها تحسب لهذا النهر وتحتري يوم حان الوعد جاتك ومطلعها سنود للمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري مرحبا ترحبي يا قباها هاي لو ريح عود وشاح من بعد دالة ودمرة سكري وشاح من بعد دالة ودمرة سكري مرحبا ترحبي ما له حساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري عند ابو شده ورابع يشد بها العضود درع جنبا من ماضي الوقت واضع تنبنود ودي يا خبر وعلم بها اللي ما ديري ودي يا خبر وعلم بها اللي ما ديري مرجل طنخة حمية وفا واضح حدود من نقص بند واحد فله قشعري شيخها مصلح وذاق لمصلح بن شدود تجري أبيات كان ما هو قود شامخ فلا بل كان قود كان ما يمدح في شعري فانا من نهبري عزوة دعوة سريعي سريعي الردود لابت فيها انتباها وفيها النفخاري لابت فيها انتباها وفيها النفخاري من فهم قوم الحمي من المعالى عطش الكبود والعدا ناسه مقتل يفريها فيري والعدا ناسه مقتل يفريها فيري من فعله جعل راسه يطلبها الوجود كل يوم يزيد قدره ويكبر في انظري قلتها في المحفل اللي لفت يمه وفود محفلا يسعد ويفرح صليح جعلك تعيش بفرح وسعود أنت تستاهل وليدة وشهم وعبقري أنت تستاهل وليدة وشهم وعبقري شوف حفلك غير والعود في عين الحسود واشهد انك اخترت ما العز والبيت الذري دام برايد نسيب على الهق وهو زود شيخ في سوق المراد يحتزم للصوادر والورود ردها اللي في المعارف هي عد اكبر ثري وصلها على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري وصلها على شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كناها تحسب لهذا النهر وتحتري يوم حان الوعد جاتك ومطلعها سنود للمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري مرحبا ترحبي يا قباها هاي لو ريح عود وشاح من بعد دالة ودمرة سكري وشاح من ترحب ما له حساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري عند ابو شده ورابع يشد بها العضود درع جنبا فالمواقف
وسريعي سريعين الردود لابت فيها انتباه وفهم نفخاري من فهم قوم الحمية عارفين الجدود كان للمجد مصدر تعد المصدري تحت راية الشايب اللي باذل كل الجهود بالخميس اللي للرفيق أحلى من المعالى عطش الكبود والعدا ناسة مقتل يفريها فيري من فعله جعل راسه يطلبها الوجود كل يوم يزيد قدره ويكبر في انظري قلتها في المحفل اللي لفت يمه وفود محفلا يسعد ويفرح ضياق الخطري يا صليح جعلك تعيش بفرح وسعود انت تستاهل وليده وشهم وعبقري شوف حفلك غير والعود في عين الحسود واشهد انك فترت من شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كانها تحسب لهذا النهار وتحتري من شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كانها تحسب لهذا النهار وتحتري يوم حان الوعد جاتك ومطلعها سنود للمقام اللي ينوم سوى ذكره ينطري مرحبا ترحبي يا فهي هاي لو ريح عود والشاحم من بعد دالة ودمرة سكري والشاحم من بعد دالة ودمرة سكري مرحبا ترحبي ما له حساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري شده ورابع يشد بها العضود درع جنبا فالمواقف وسيف وخنجري لابت من ماضي الوقت واضع تنبنود ودي يا خبر وعلم بها اللي ما ديري ودي يا خبر وعلم بها اللي ما ديري مرجل طنخة حمية وفواض حدود من نقص بند واحد شيخها مصلح وذاق لمصلح بن شدود تجري أبيات المدايح على ذكره جري كان ما هو قود شامخ فلا بالكون قود كان ما يمدح شعري فانا من نهبري عزوة تهدع وسريعي سريعين الردود لو بتم فيها انتباه وفهم نفخاري فهم قوم الحمية عارفين الجدود كان للمجد مصدر تعد المصدري تحت راية الشايب اللي باذل كل الجهود بالخميس اللي علومه تعد وتذكري للرفيق أحلى من المعالى عطش الكبود والعدا ناسة مقتل يفريها فيري قدره ويكبر في انظري قلتها في المحفل اللي لفت يمه وفود محفلا يسعد ويفرح ضياق الخطري يا صليح جعلك تعيش بفرح وسعود انت تستاهل وليده وشهم وعبقري انت تستاهل وليده وشهم وعبقري شوف حفلك غير والعود واشهد انك خترتم العز والبيت الذري دام برايد نسيب على الهب وهو زود شيخ في سوق المراجل يبيع ويشتري ابن عذر يحتزم للصوادر والورود ردها اللي في المعارفه يعد اكبر ثري
الصلاة على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي ينوم اسوى ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوى ذكره ينطري والصلاة على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي ينوم اسوى ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوى ذكره ينطري شاكم الله بالخير. كيف الحال؟ كل وشمه. مشاكم الله بالخير. حنا اخويا صليه. الله يعافيكم ويسلمكم. الله يعافيكم. الله يحييك. معنا واجب 8500 كان واجب تستاهل وكان قليل عذرنا. حياكم الله. اخويانا اللي ما قدروا يجون يتعذرون. حياكم الله. الله يحييك. سلامتكم. الله يعافيكم. حياكم الله. يا مرحبا. الله يحييك. الله يحييكم تفضلوا. سلمكم. خذ راحتك مرة. هذا شيخ فهم استقبالكم. يا مرحبا. الله يحييكم. مرحبا. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. يلا حياكم. مرحبا. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله. اجلس اجلس الله يحييك. حياكم الله. من شهر ويروى وجزيل فضله وعطائه
والصلاة والسلام على خير البرية ومعلم البشرية محمد بن عبد الله الهادي إلى سبيل السلام حتى على الزواج ورقب فيه قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حفلنا الكريم، ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم باسم الشيخ شديد بن شدة وباسم الشيخ مصلح بن شدود وباسم أبناء قبيلة القشاعر تحية منبعها من القلب إلى كل من شرفنا وشاركنا فرحتنا، فحياكم الله ومرحبا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة السعيدة والتي نحتفل فيها وإياكم بزواج العزيز جدا على قلوبنا صليح بن شديد، ونهنئه من كل الأعماق، ونقول له كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة. خير بداية لكل بداية آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ عيضة بن عويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا حفلنا الكريم، كلمة باسم أهل الحفل ألقيها نيابة عنهم عبد الرحمن بن شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، باسم والد الشيخ شديد بن شدة الفهمي، وباسم أخي الشيخ مصلح بن شدود الفهمي، وباسم أبناء القشاعرة، أرحب بكم في حفل زفاف أخي الأستاذ صليح بن شديد الفهمي، وأرحب بكم أجمل الترحيب، فحياكم الله وأحياكم.
ضيوفنا الكرام، من غلاكم دعوناكم، لبيتم الدعوة مع بعد المسافة وتحملتم التعب والكلافة، فأكرمتمونا بالحضور وشرفتمونا بالزيارة، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، كلمة الشيخ عبد الرحمن بن خميس الفهمي شيخ شمل قبائل الفهم، ألقيها نيابة عن ابنه الشيخ خميس بن عبد الرحمن الفهمي، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ومن خصه الله بالشفاعة في يوم الدين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بضيوفنا جميعا، مرحبا بكم وحياكم الله في هذه المناسبة الغالية علينا جميعا، وهي زفاف الشاب صليح ابن شديد الفهمي، ولا نقول له إلا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أرحب بضيوفنا الذين حضروا من كل مكان وتحملوا عناء السفر وبعد المسافات إلى هذا المكان، سواء من قبائل فهم أو من القبائل الأخرى، فلهم منا جزيل الشكر. كما لا يفوتني أن أرحب ترحيب خاص برجال الحرس الملكي زملاء العريس، فأهلا ومرحبا بهم وحياهم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفلنا الكريم الآن مع مشاركة شعرية للشاعر سالم الشهري. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال الحرس الملكي، أهني العريس بمناسبة هذه الليلة السعيدة وزفافه، ونقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونتمنى له السعادة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. طبعا عندي مشاركة. الحمد لله ربي العالي المعبود، نسبحه ونقدسه والمجد له كله، ربي عليه اتكالي والأمل معقول. يالله مشينا في شريعة الملة، لقيت ناس من البشر، طبعا يكرمون هذا الوجوع عن الكلام ذا، لقيت ناس من البشر وتشبهوا بيهود، تشبهوا بأعداءنا أعداء دين الله، موضة المايكل المكوي الممدود، راس انت ما يلبه وكنه بنت في حلة، ولا فنينة حمراء فوق جنز زقود، ولا بسلسال يميز به عن الشلة، ولا بوشم الكتف وكنه أبوه النور، ولا بسماعة وللآذان محتلة، والبعض منهم نحيف العود، شرب له السموم خلت العقل في علة، خلاه المخدر مثل فارس مصيود،
ماشي بدون نعول وسط اشواك مبتلة، واما بنات اليوم يا وقت يا مشهور تغطرس وتكبروا والكبر هو لله. موضة كأنها البخت عند السود مالت تمايل بها الأقدام مختلة، ووصلت عباها مخصرة وصدرها مشدود مززرة ومزركشة للأرداف مشتلة، فتحة عن يمينها وشمالها مفروض شفافة ومغيرة للطبع والدلة. يالله طلبتك يا رب الكرم والجود، اغفر لي أخطائي مع الذنب والزلة، واختامها صلوا عدد ما سبح السجود وعدد ما خلق ربي على رسول الله. طبعا كان في مشاركة أجمل من هذا، لكن الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد. الآن مع مشاركة شعرية أخرى للشاعر حميد الفهمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أبارك لأخي وجاري سليح بن جديد، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع الله بينكما في خير. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذه بداية خير، إن المزوجين يعني يحطون من ثنتين من ثلاث كما أنها في شرع الله عز وجل. وأما المشاركة فهي قصيدتين، قصيدة مني إلى عواض ابن عائض النابشي، ورد علي بقصيدة مماثلة لها. فقل يا الله يا من تعلم الجهر والغيب، يا من زين ابراج السماء بالنجوم تفرج هموما، وسط قلبي لواهيه ما غيرك رجو يا مزيح الهموم. اقبر همومي لا لفضيف والجيب فاضي، ولا عندي لضيفي قدومي، دارت بي الايام مثل الدوالي، واصبحت عرضه كل حاقد شتومي، ودربت نفسي في جميع التجارب وعوتها برد الشتاء والسموم. يفداك حمر العيس عوج العراقيل، يا ولد قوم ما تهاب الخصومي، يا ابو زياد الفقر ما هو لنا عيب، عيب الذي من طاعة الله حرومي. والله بما خط القلم من مكاتيب، اصبر رضا ولا صبرنا حكومي، وامنت بالله دون شك ولا ريب، وامنت بالليل اصلي وصومي، وصلاه ربي عد ما فاح من طيب، وعداد ما طير الفيافي يحومي، على نبي هذب النفس تهذيب نبي رحمه الخلائق احومي. فيرد علينا الشاعر عواض يقول: اهلا وسهلا هيل وذن التراحيب، من قلب عاداته يعرف اللزومي، زاعت بابيات اللي ابو ياسر الذيب، نعم الرجال اللي وفاها يدومي، اهل الكرم للضيف واهل المواجيب، حمايه الميقاف قومه قومي، والدرب واحد ما على الدرب تجنيب، والدرب واحد ما على الدرب تجنيب، واللي يعزمهم يقوي عزومي، والحال واحد يا عقاب المراقيب، من اشتكيت من تشتكي لك هدومي. سلام. ونطلب الشاعر عاطي، ما نعذره الان، الشاعر عاطي بعد اذنكم يا شباب. بعد يعني عاطي لازم يجي يلقي قصيده. عاطي بن عطيه. انا لازم عليه ان يجي يلقي قصيده. عذرناه في الردح والمحاورة على ما نحضر في النظم، لأنه والله حنا نحب قصيدة، عاطي يحب قصيدة الصراحة. ضيوفنا الكرام، قبل الختام
في تكريم هدايا التذكارية من قبل العريس الشاعر حمد الفهمي حمدي حامد نيابة عنه سالم قطيش ضيوفنا الكرام شكرا لكم جميعا شكرا لكل من شرفنا وشاركنا فرحتنا وانسنا بوجوده ومن تعذر له منا كل الحب والتقدير نسأل الله ان يديم علينا وعليكم الفرح والسرور وأن يحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها وأمانها واستقرارها وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن ينصر جنودنا وقوات أمننا ورجالنا إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من شهر وأكثر ووضع القريحة في ركود كناها تحسب من شهر وأكثر ووضع القريحة في ركود كناها تحسب لهذا النهر تحتري من شهر وأكثر ووضع القريحة في ركود كناها تحسب لهذا النهر تحتري يوم حان الوعد جاتك ومطلع حسن ترحبي يا أكباه هاي لو ريح عود وشاحم من بعد دالة ودمرة سكري وشاحم من بعد دالة ودمرة سكري مرحبا ترحبي ما لا حساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري عند أبو شده ورابع يشد بها العضود درع جنبا من ماضي الوقت واضع تنبنود ودي يا خبر وعلم به اللي ما ديري ودي يا خبر وعلم به اللي ما ديري مرجل طنخة حمية وفواضح حدود من قصر بند واحد فله قشعري شيخها مصلح وذاق لمصلح بن شدود تجري أبيات كان ما هو قود شام اخفال بل كان قود كان ما يمدح كشعري فانا من نهبري عزوة دعوة سريعي سريعين الردود لابت فيها انتباه وفيها من افخاري لابت فيها انتباه وفيها من افخاري من فهم قوم الحمية عري بين الجدود كان أحلى من المعالى عطش الكبود والعدا ناسة مقتل يفريها فيري والعدا ناسة مقتل يفريها فيري من فعله جعل راسه يطلبها الوجود كل يوم يزيد قدره ويكبر في انظري قلتها في المحفل اللي لفت يمه وفود محفلا يسعد ويفرح يا صليح يا
حفلك غير والعود في عين الحسود واشهد انك اخترت ما العز والبيت الذري دام برايد نسيب على الهب وهو زود شيخ في سوق المراجل يبيع ويشتري ابن عدل يحتزم للصوادر والورود رداها اللي في المعارف هي عد اكبر ثري وصلها على محمد عدد ما بنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري وصلها على محمد عدد ما بنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري من شهر شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كأنها تحسب لهذا النهر وتحتري يوم حان الوعد جاتك ومطلعها سنود للمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري مرحبا ترحبي يا أكبه هاي لو ريح عود والشاحم من بعد دالة ودمر سكري والشاحم من ترحب ما لحساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري عند ابو شده ورابع يشد بهالعضود درع جنبا فالمواقف وسيف وخنجري لابت من ماضي الوقت واضع تم بنود ود يا خاطر وعلم بها اللي ما دري ود يا خاطر طنخة حمية وفا واضح حدود من نقص لبند واحد فله قشعري شيخها مصلح وذاق لمصلح بن شدود تجري ابيات المدايع على ذكره جري كان ما هو قود شامخ فلا بل كان قود كان ما يمدح كشعري فانا منه بري عزوة تهدع وسري قوم الحمية عاربين الجدود كان للمجد مصدر تعد المصدري تحت راية الشايب اللي باذل كل الجهود بالخميس اللي علومه تعد وتذكري للرفيق أحلى من المعالى عطش الكبود والعدا ناسه مقتل يفريها فيري والعدا ناسه مقتل من فعله جعل راسه يطلب هالوجود كل يوم يزيد قدره ويكبر في انظري قلتها في المحفل اللي لفت يمه وفود محفلا يسعد ويفرح ضياق الخطري يا صليح جعلك تعيش بفرح وسعود انت تستاهل وليده وشهم وعبقري غير والعود في عين الحسود واشهد انك اخترت ما العز والبيت الذري دام برايد نسيب على الهب وهو زود شيخ في سوق المراجل يبيع ويشتري ابن عدل يحتزم للصوادر والورود رداها اللي في المعارف هي عد اكبر ثري وصلها على محمد عدد ما بنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري وصلها على محمد عدد ما بنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري من شهر واكثر ووقت
القنطري مرحبا ترحبي يا قباه هاي لو ريح عود وشاح من بعد دالة ودمرة سكري وشاح من بعد دالة ودمرة سكري مرحبا ترحبي ما له حساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري عند ابو شده ورا تستاهل وليده وشهم وعبقري انت تستاهل وليده وشهم وعبقري شوف حفلك غير والعود في عين الحسود واشهد انك اخترت ما العز والبيت الذري دام برايد نسيب على الهب وهو زود شيخ في سوق المراجل يبيع ويشتري ابن عدل يحتزي الصوادر والورود رده اللي في المعارف هي عد اكبر ثري وصلها على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري وصلها على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري فالمقام اللي ينوم اسوي ذكره ينطري من شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كانها تحسب لهذا النهار وتحتري من شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كانها تحسب لهذا النهار وتحتري يوم حان الوعد جاتك ومطلعها سنود للمقام اللي ترحبي يا قباه هاي لو ريح عود وشاح من بعد دالة ودمرة سكري وشاح من بعد دالة ودمرة سكري مرحبا ترحبي ما له حساب ولا حدود ينسمع ويشاف قد ما العيون وينقري عند ابو شده ورابع يشد بهالعضود درع جنبا ماضي الوقت واضع تنبنود ودي يا خبر وعلم به اللي ما ديري ودي يا خبر وعلم به اللي ما ديري مرجل طنخة حمية وفواض حدود من قصر بند واحد فله قشعري شيخها مصر
يصلح وذاق لمصلح بن شدود تجري أبيات المدايع على ذكره جري كان ما هو قود شامخ فلا بل كان طود كان ما يمدح كشعري فانا من نهبري عزوته دعوة سريعي سريعين الردود لوبت فيها انتباه وفيها النفخاري قوم الحمية عارفين الجدود كان للمجد مصدر تعد المصدري تحت راية الشايب اللي باذل كل الجهود بالخميس اللي علومه تعد وتذكري للرفيق أحلى من المعالى عطش الكبود والعدانة سهم قتل يفريها فيري أكبر في انظري قلتها في المحفل اللي لفت يمه وفود محفلا يسعد ويفرح ضياق الخطري يا صليح جعلك تعيش بفرح وسعود أنت تستاهل وليده وشهم وعبقري أنت تستاهل وليده وشهم وعبقري شوف حفلك غير والعود في عين الحسود شهادك اخترت ما العز والبيت الذري دام برايد نسيب على الهب وهو زود شيخ في سوق المراجل يبيع ويشتري ابن عدل يحتزم للصوادر والورود رده اللي في المعارف هي عد اكبر ثري وصلها على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي فالمقام اللي ينام اسم ذكره ينطري وصلها على محمد عدد ما هبنود فالمقام اللي ينام اسم ذكره ينطري فالمقام اللي ينام اسم ذكره ينطري قبل هذا النهار وتحتري من شهر واكثر ووضع القريحة في ركود كانها تحسب لها ترحبي يا قفاه هاي لو ريح عود
Yeah.